بنشوف سندبيل وهي نايمة بالليل وفي حرامي بيتسحب وداخل جريدة رينوود، ولما الصبح بيطلع رينوود بيفضل يزعق وبيصيح وبيقول يا سندبيل الحقيني، كل النسخ الأصلية اللي كانت خلاص هتنطبعت سرقت. وبيسألها ما حسيتيش بأي حاجة بالليل؟ قالت له إنها بالليل آخر حاجة كانت عملتها هي إنها كانت بتحضر النسخ دي عشان تطبع الصبح، وعلى طول راحت نامت. قال لها طب حطيتي فين النسخ دي؟ قالت له في المكان المضيء. ولما راح للمكان ده لقاه هو كمان كل اللي فيه اتسرق، وبقى يقول انا مبقتش فاهم حاجة، ايه اللي بيحصل ده؟ ولا النسخ الاصلية ولا الطباعة كمان موجودة، مبقتش عارف ازاي ده يحصل كده. المادة اللي اتسرقت دي واحدة كان فيها رسالة للناشر والتانية كانت مقال للناظر العام للمؤسسات الخيرية، وطبعا اتخضت قالت له الناظر العام مرة واحدة؟ وفي عز ما هو متضايق كده مراته بتقول له يا خسارة، ده انا كنت لسه عايزة منك فلوس لطلبات البيت. وبنته ايفا كمان بتقول له وانا كمان يا بابا كنت لسه هطلب منك عايزة اشوف. قال لها ايه ده، كل ده هو ده اللي شغلكوا بس؟ قالت له طبعا، لان حضرتك واضح كده ان انت لسه نايم، انت لسه حتى ما اتصلتش بالبوليس. وبيتصلوا بالبوليس وبيجي وبيحقق، والمفتش قال لهم انه شام من ريحة مؤامرة دولية، ان المتآمرين دول عايزين يقلبوا نظام العالم كله. وسندبيل اللي بتقول له وليه يعني ما يكونش ان كل الحكاية وما فيها ان الحرامي ده ما كانش عايز ان الجريدة تنشر بكرة حاجة تخصه. وبيرد يقول لها وانت ايش فهمك انت في الحاجات دي؟ وبيرد ريكي وبيقول له ايوه احنا طبعا بنفهم في كل حاجه، خصوصا ان احنا بوليس المستقبل. ورينوود بيقول لها ايه رايك انت يا سندبيل؟ قالت له ده اكيد حد مش عايز يظهر على صفحات الجريده. رينوود بيقول لهم ان انا عمري ما نشرت اي مقال يسيء لاي شخص، وكمان ماليش اي اعداء، ثم ان كل مقالاتي بتتوجه لكل القلوب الطيبه. وبترد مراته بتقول له ايوه عشان كده محدش بيشتريها، وطلب من وكيل النيابه معلومات عن كل المقالات اللي كان ناوي ينشرها عشان يقدر يوصلوا للحرامي. وبعد ما بيخرجوا المفتش بيطلع وبيلاقي جزء صغير، وبيعرف ان الحرامي ده دخل وخرج من نفس الباب ده، وبيقول ان الحرامي ده طريقته بتفكرني بنفس اللص الغامض اللي كنت بدور عليه من فترة كبيرة. ريكي وبوب ابتدوا يعملوا تحريات مع البوليس وبيتحروا في قسم الاخبار الخفيفة، ولقوا كلب بيحرس قطط وقفوا جنبه وقالوا ايه ده، هو بس الكلب ده مش بيقرا في الصحيفة. وبنشوف سندبيل وأليس وهم بيفتحوا الاجندة، وكان اول مقال قدامهم كان مقال كاتبه الناظر العام، وكان بيتكلم عن واحد اسمه إريك. وبتجري أليس وبتقول لها تعالي انا عارفة هو فين، وبيروحوا في مكان المؤسسة خيرية وهو عمال يضحك الولاد اليتامى هناك، ومعاه أراجوز وعمال يكلمه وبيكلم الولاد. وبتدخل سندبيل وبتسأل ريكي انت عملت تحرياتك؟ قال لها ايوه بس لسه ما قدرتش اوصل لحاجة. وهي بتتفرج على العرض بتلاحظ ان كم إريك الجاكيت بتاعه عليه حبر، وافتكرت انها في مرة الحبر كان مبهدل ايديها، ورنود قال لها خدي بالك عشان المكان كله حبر. وسندبيل بتقول مش معقولة إريك يعمل كده. ولما إريك طلع يلعب مع الولاد الكورة وقلع الجاكيت بتاعه، سندبيل استغلت الموقف ده وقالت له ايه البقع اللي في الجاكيت دي، انا هنضفهولك وهجيبهولك تاني. وإريك فعلا سابهولها. سندبيل بتروح بالجاكيت لحد رينوود، بيكون هناك المفتش معاه وبتوريهم الجاكيت وبيقول لها ان هو ده نفس الحبر بالظبط. وبيسألها رينوود الجاكيت ده بتاع مين؟ قالت له انه بتاع السيد إريك، وده اللي كان هيتكلم عنه الناظر العام في المقال اللي اتسرق، ومستغربة هو ازاي الحبر ده على كم الجاكيت بتاعه. ولما سمعهم الضابط اللي بيحقق في القضية بيروح لإريك وبيقول له انت مقبوض عليك ومتهم بسرقة المستندات والوثائق من شركة رينوود. والقص اللي كان هناك قال له ايه دليلك؟ الضابط قال له بقع الحبر هي الدليل القاطع، لان الحبر اللي موجود على الجاكيت هو نفس اللي بيستخدمه رينوود. وأليس بتقول ان الحبر ده بيستخدمه كتير جدا للطباعة، وده مش دليل كافي. ريكي قال لهم ان إريك مش بيتكسف من حاجة ليعمل حاجة تخليه تسيء لسمعته، وبوب بيقول لهم إريك طيب جدا ومش ممكن يعمل حاجة زي كده. وإريك قال لهم انه بيشتغل في حاجات في الطباعة ومفيش في مقدرتي الا النوع الرخيص ده من الحبر. والظابط بقى محرج جدا وقال ان سندبيل هي اللي خلته وصل تفكيره لإريك. الولاد لما سمعوا كده قالوا لها انت كذبتي علينا لما قلت انك رايحة تنضفي الجاكيت من الحبر،
وقالوا لها انت كنت بتعملي كل ده عشان تتهمي وتوقعي إيريك في تهمة سرقة. إيريك بياخد اللعبة بتاعته وبيمشي وبيقول للولاد خلاص انا ماشي وبقى ارجع اخر الشهر. وقالوا له انك كده كنت بتفضل تلعب معانا اكتر من كده وهم زعلانين. وقال لهم لا انا مش زعلان ولا اي حاجة، احنا قضينا وقت ممتع واشوفكم قريب. أليس بتقول ده كده ممكن ما يرجع لناش تاني. بعد كده بنشوف رينود وهو بيهدي سندبيل وبيقول لها ما تضايقيش نفسك وخلاص ما تزعليش. وقالت له ان انا وانا بدور في الاجندة عندك كان اخر حد ممكن افكر فيه هو إيريك، لكن بقعة الحبر دي هي اللي خلتني اشك فيه. فقال لها احنا لازم مش نشك في اي حد. وقالت له انا بفكر دلوقتي في المشكلة الحقيقية، هي ان لو المجلة بتاعتك اتقفلت هنعمل ايه؟ قال لها يا ستي احنا ممكن نبقى نبتدي من جديد. وقعدت تفكر في المشكلة دي، يا ترى هيعمل ايه؟ ده تعب فيها جدا. في الوقت ده بيعدي إيريك وهو ماشي وبتلاقي نفسها بتمشي وراه، وريكي واصحابه بيشوفوا سندبيل وهي ماشية وراه وبيقول انها لسه بتشك فيه. سندبيل بتشوف باب مفتوح وبتفتكر ان ده المكان اللي دخل فيه وبيكون هو مستخبي منها. الولاد عشان زعلانين منها انها بتشك في الرجل الطيب قوي ده بيزقوها جوه المكان ده، والمكان ده عبارة عن فجوة عميقة جدا. وقعت سندبيل لكنها كانت متعلقة بس في خشبة، والخشبة دي كانت خلاص بقربت تتكسر وتقع سندبيل منها، وفضلت تصرخ وتقول لهم الحقوني، لكن لما بتصعب عليهم وبيحاولوا يفتحوا الباب ما بيقدروش يفتحوه. بيكون في الوقت ده البوليس جه هو وكيل النيابة، والضابط اللي بيحقق كانوا واصلوا في المكان واقفين قدام إيريك، والولاد عمالة تقول له الحقنا يا عم إيريك الباب مقفول عليها وسندبيل هتموت جوه. وبيفتح شنطته وبيطلع منها اللعبة اللي كان عاملها أراجوز، وبيطلع منها حاجة كده بيقدر بيها يفتح الباب، وبيفتح الباب فعلا وبينقذوا سندبيل. لكن المحقق بيقول له الطريقة اللي انت فتحت بيها الباب دي نفس الطريقة اللي فتحت بيها مجلة رينود، وبكده يبقى انت كمان نفس الحرامي الغامض اللي انا بدور عليه من فترة كبيرة. قال لهم الحقيقة ايوة انا اللي سرقت كل المستندات دي، لان النائب العام كان هيحكي قصتي وانا ما كنتش عايز امري يتفضح، وانا كنت بداري على كل اعمالي الشريرة دي بالاعمال الخيرية وانا بتأسف لكم. والضابط يجي يقول له كلمة اسف ما تمحيش اعمال الشر، يبقى ما كانش ليه لازمة البوليس بقى. بعدها البوليس بيقول له انك كنت بتأثر على الولاد وعلى نفسيتهم باللي كنت بتقدمه لهم، لكن سندبيل بتقول له بالعكس انا كنت بشوف في عينه كل الطيبة وهو بيمثل لهم بالأراجوز وكأنه فعلا مش حرامي. والولاد بيطلبوا منه اخر مرة يلعب معاهم بالأراجوز، وبيعيط وبيقول لهم انا حبيتكم جدا، كل مرة كنت بلعب معاكم كنت بنسى ان انا حرامي. وبعدها بيدي لعبته لسندبيل وبيقول لها احتفظي باللعبة دي معاكي. وبعدها السيد رينود قال لها انت تقدري تكوني مراسلة صحفية كويسة جدا، مش بس البحث عن الحقيقة، المراسل لازم يكون لطيف ودي اهم صفة في المراسل الناجح بالنسبة لي. طبعا النسخة الاصلية والمستندات رجعت لرينود، وسندبيل ورينود فضلوا طول الليل يطبعوا في الجريدة، ودي اول مرة سندبيل تشتغل في شغل صحفي. مهنة المراسل عجبت سندبيل جدا. نشوف كيتي لما شافت سندبيل بالصدفة ولما رقبتها ولقت معاها جواب بتقرأ فيه سندبيل بتكون سعيدة جدا. كيتي بتستنتج وقالت ده اكيد جواب من مارك، انا لازم اوصل للجواب ده. وبتفتكر اصحابها وهم بيسألوها عن مارك وانه لو بيحبها كان هيبعت لها جوابات كل فترة يطمنها عليه، وبتقول في نفسها انها لو وصلت للجواب ده هتقدر توصل لعنوان مارك. بعد كده مارك بيروح لرينود في الجريدة عشان يعرض رسوماته، لكن رينود قال له ان رسومات الاسود غالب عليها، واحنا بنحب ان الجريدة يكون فيها الوان براقة عشان ندخل السرور لقلوب الناس، ورسوماتك دي هتعمل العكس. وبيتأسف له وبيرفض العرض، لكن بيقول له انه ممكن جدا انه يغير الوانه ويظهر لوحاته اكتر من كده. ومارك بيمشي من عنده وهو بيقول لنفسه فعلا ان رينود عنده حق، وانا نفسي كنت بقول لنفسي كده. وبيقطع رسوماته. كيتي بتروح لحد بيت رينود وبتطلب من ايفا انها تجيب لها الرسالة اللي مع سندبيل،
لكن إيفا قالت لها ما أقدرش أعمل كده. لكن كيتي قالت لها هديكي مبلغ كويس جدا، وكمان هطلعك رحلة باليخت، مش كان نفسك تتفسحي باليخت بتاعي؟ وإيفا أول ما سمعت كده قالت لها ده كان حلم بالنسبة لي، وعلى طول بتطلع تجري لحد أوضة سانديبيل وبتفضل تدور لحد ما فعلا لقت الرسالة واتسحبت ومشيت من غير ما سانديبيل تحس بيها، وطلعت عشان تروح لكيتي. وكيتي طلبت منها الرسالة، لكن قالت لها احنا مش متفقين على رحلة اليخت، انا عايزاها اطلعها حالا. في الوقت ده ريكي بيكون شايفهم وبيروح لحد سانديبيل وبيقول لها خلي بالك يا سانديبيل، كيتي وإيفا شكلهم بيدبروا لك حاجة، وتقريبا الموضوع كده في رسالة. سانديبيل لما بتسمع كلمة رسالة بتطلع عشان تدور على الرسالة بتاعتها، لكن بتكون الرسالة بتاعتها فعلا اختفت، وبتسأل ريكي هما مشوا منين، وبتعرف ان السكة اللي مشوا منها انهم راحوا على شاطئ البحر، وبتاخد عربية رنود وبتجري بيها عشان توصل لحد الشاطئ وتروح لهم، وبتوصل لهم قبل ما يكونوا مشوا باليخت. لكن كيتي اول ما بتشوف سانديبيل بتقول لإيفا يلا طلعي بسرعة عشان تهرب معاها، لكن سانديبيل بتقف في مكان وبتنط عندهم جوه اليخت، وبتشوف الرسالة اللي مع إيفا وبتقول لها اديني الرسالة بتاعتي يا إيفا. لكن إيفا بتروح تدي الرسالة لكيتي، وكيتي لما بتقرأ الرسالة بتكتشف ان الرسالة دي مبعوثة من شر، وبتحذف الرسالة، وسانديبيل بتقول لها الرسالة دي فيها ذكرياتي، فيها كل حاجة عن الزهور وحديقة أمي. لكن كيتي بتزعق لإيفا وبتقول لها ايه ده، مش هو ده اللي انا طلبته منك، انا طلبت منك رسالة مارك. وسانديبيل بتقول لها هو انت بتفتكري ان مارك بيبعت لي رسائل؟ صدقيني ما بيبعتليش ولا رسالة. إيفا ابتدت تقلق وقالت لها لازم ارجع دلوقتي. قالت لها مش انت كنت حابة تتفسحي؟ اهو انت بتتفسحي. قالت لها ومش هترجعي في الوقت اللي انت عايزاه، وبتقول لهم احنا مش هننزل من اليخت ده الا لما اعرف ايه علاقة مارك بساندي وازاي بيتواصلوا مع بعض. وإيفا بتقول لها يا ساندي قولي الصراحة. سانديبيل بتقول لهم صدقوني انا معرفش اي حاجة ولا اعرف انت بتتكلمي عن ايه. بعد كده تفاجئوا ان وشها بيتغير جدا وبيسألوها في ايه اللي حصل. قالت لهم واضح ان الوقود قرب يخلص. وإيفا بتقول لها وده يعني ايه، يعني هنفضل في عرض البحر كده؟ سانديبيل بتقول لها ما تخافيش يا إيفا، احنا ممكن نستخدم الأشرعة. وكيتي بتقول لهم بس انا معرفش بيستخدموها ازاي. وطبعا كلهم بيتخضوا وبيلاقوا نفسهم انهم بعدوا جدا عن الشط خالص. وفعلا بعد كده اليخت بيتعطل بيهم، وابتدى طيار البحر ياخدهم لبعيد اكتر واكتر، وبتشيل كل الموضوع لإيفا وبتقول لها انت السبب، انت اللي مديتنيش الرسالة من الاول. لكن ساندي بتقول لها ما ينفعش كده يا كيتي، لازم نحل المشكلة بدل ما انت عمالة تتهميها هي. قالت لها يعني نعمل ايه دلوقتي؟ قالت لها احنا لازم نتصرف ان احنا ممكن نستخدم الاشرعة دي. لكن كيتي بتشوف ان السماء ابتدت تبقى سودة، ان هيحصل عاصفة كبيرة جدا. بتقول لهم ان الاشرعة دي لو احنا نزلناها العاصفة هتقلب اليخت كله على البحر. إيفا بتترعب وبتقول لها خلصيني يا كيتي، لكن بتقول لهم انها زيهم ومفيش في ايديها حاجة، وشافوا يخت معدي وفضلوا ينادوا عليه انهم ينقذهم. لكن اليخت ده باللي فيه قالوا انهم لازم يجروا بسرعة، لان العاصفة كانت قربت تبقى توصل لحد الجميع، وكانوا لازم يهربوا بسرعة على الشط. لكن لما لقوا كيتي حدفت نفسها في البحر قالوا انهم ياخدوها على سكتهم بدل ما تغرق. والعاصفة بتشتد جامد جدا لدرجة ان إيفا بتقع في البحر، لكن سانديبيل بتحدف لها طوق النجاة وبتقول لها تمسكي فيه ما تقلقيش، لكنها ما بتقدرش تمسك طوق النجاة بسبب الامواج الشديدة جدا. لكن سانديبيل بتلاقي حل ان هي تحدف نفسها وتنط في البحر عشان تنقذ إيفا من الغرق، وفضلت تعوم وتقاوم في الامواج الشديدة جدا، وإيفا بقت تصرخ وتقول لها انقذيني يا سانديبيل. وفضلت تعوم سانديبيل وقالت لها امسكي بايدي، وكان خلاص هيغمى عليها، وسانديبيل بقت تقول لها افتحي عينك افتحي عينك انت كويسة، وفاقت وهي بتقول لها انا مش عايزة اموت. وسانديبيل قالت لها وانا كمان مش عايزة اموت، بابا كان دايما يقولي لازم ما نيأس ابدا، ويا إيفا اتمسكي بالامل والحياة ما تقلقيش. وبتقول لها انا اسفة جدا يا سانديبيل، لكن في جزء كبير من اليخت كان بيقع في البحر وكان خلاص هيقع عليهم،
واليخت كله بيتقلب في البحر وبيغرق في البحر، لكن الجزء الكبير اللي اتكسر من اليخت ده كان هو السبب انه يطلعهم لحد الشط بره. ولما لقوا نفسهم انهم اتنقذوا وهم على الشط بيفضلوا ماسكين في ايدين بعض وبعد كده بيمشوا، لكن ايفا بتقول لها انا اسفه يا سندبيل، كل ده حصل بسببي، سامحيني عن كل اللي عملته. وسندبيل بتقول لها انا نسيت اصلا كل اللي حصل وحنبقى بعد كده اصدقاء دايما، وبتشكرها وهي بتعيط. وساندي بتقول لها كفايه كده لازم نمشي واحنا خلاص بقينا اصدقاء. واضح ان العاصفه القويه دي قدرت تمحي اثار الحقد من قلب ايفا. الحادث ده كان السبب في ان ايفا تحب ساندي وقوت الصداقة بينهم. ومعداش وقت طويل وجاء موسم الأعياد، وده كان نفس الوقت اللي توفى فيه كريستي. وساندي بيل شافت واحد ماشي في الشارع وتهيأ لها انه هو ونادت عليه، ولما الراجل بيبص عليها بتتأسف له وبتقول له افتكرتك حد تاني، وقالت في نفسها انها غبية عشان تفكر كده وباباها اتوفى من سنة. سندبيل لما قعدت تدردش هي ورنود وكانت بتقول له انها عايزة تقول له حاجة، وقال لها انه عارف، وبيقول لها معقولة ان باباكي عدى عليه سنة، وقال لها انه كان فاهم ان هيجي وقت وانها نفسها تشوف اصدقائها، لكن زوجته اينور لما بتسمع كده بتقول له مين هيساعدني في شغل البيت، استحالة سندبيل تمشي، مين هيقوم بأعمال تنظيف البيت؟ وبيرد بيقول لها انت اللي بتنظفي في البيت، وردت عليه طبعا بكل ألاطة وقالت له ازاي انت تجرأ على الكلام ده، انا برضو اللي هنظف البيت، وبعدين هو احنا معانا فلوس عشان تديها فلوس لمواصلاتها دي؟ قال لها انه عامل حسابه وانه ما راحش دفن كريستي، وكان عامل حساب ان ساندي هتطلب انها تروح تزور صحابها، وعشان الزيارة دي وفر لها الفلوس، وقال لها انه مش هيقدر يسيب الجريدة ويسافر معاها، وعشان كده عايزك تتبسطي لوحدك يا سندبيل. وسندبيل بتشكره جدا. طبعا جت اينور وكالعادة بتقول له ما ينفعش الكلام ده، كل الفلوس اللي معاك دي انا محتاجاها انا وايفا نتفسح بيها، اعتقد ان احنا نستحق الاجازة دي. لكن ايفا وهي زعلانة جدا بتقول لها بلاش الكلام ده يا ماما، سيبي سندبيل تمشي. واينور بتكون مش مصدقة وبتتصدم من بنتها، لكن ايفا بتقول لها سيبيها وانا هعمل كل حاجة في البيت مكان سندبيل. ولما جات ساندي تحاول تصلح معاها بتقول لها ما تشغليش بالك يا ساندي بيل، ماما مش هتتكلم تاني، روحي انت يا ساندي زوري اصحابك واتبسطي معاهم. وساندي بيل بتشكرها جدا وبتقول لها ايفا اظن ان انت لو مشيتي دلوقتي هتوصلي الصبح بدري، بتشكرها. وبيعيط رينوود لما بيفتكر كريستي ان هو اللي ربى ساندي بيل على انها تكون للدرجة دي انها تقدر تغير من طباع ايفا اللي كانت وحشة جدا. وبيروحوا هو وايفا ويوصلوا ساندي بيل لمحطة القطر. وصلت ساندي بيل والتلج كان مغطي كل المكان، اصحابها وهم بيتزحلقوا بيخبطوا في ساندي بيل وما بيكونوش عارفين ان هي، لانها بتفضل مخبية نفسها وبتفاجئهم بنفسها. وبيفرحوا جدا ويقولوا لها انت بقيتي شكلك آنسة جميلة جدا، شكلك اتغير، وهي بتقول لهم انكم زي ما انتم ما تغيرتوش خالص. بعد كده بياخدها شارل واصحابه على العربية بتاعت التزلج وبيوصلوها لحد الباب عندها، واول ما بتوصل بتتخيل باباها وهو واقف وبيستقبلها، لكن اوليفر بيحس بيها وبيجي وبينط عليها من الفرحة وبتقوله انه وحشها جدا. واوليفر بيفضل يهوهو لدرجة ان السيدة والسيد سكوت بيطلعوا على الهوهوة بتاعته، وبيطلعوا يلاقوا ساندي بيل وبيفرحوا جدا وبيستقبلوها وبيقولوا لها انك وحشتينا جدا يا ساندي بيل. وهي كمان بتقول لهم انها انتظرت اليوم ده بفارغ الصبر لانهم كانوا وحشينها جدا، وقالوا لها ادخلي يا ساندي بيل ما ينفعش نقف هنا. وبيقولوا لشارل وجورج وديفيد انهم يدخلوا معاهم وبيحضروا لهم الاكل، وبيحكوا لها قد ايه ان اولفر انه كان بيبقى صعبان عليهم لان كان في تلج بينزل عليه ومطر كتير جدا وهو برضو مستنيها تيجي، وكان مفتقد جدا يا ساندي بيل. وقالت لهم انا قلت اوليفر كلب امين وبتشكره. وفي نفس اللحظه دي بيوصل مارك عند بيتها وبيقول لنفسه ان كان وعدها انه مش هيجي غير لما يكون فنان مشهور، لكنه كان ضعيف جدا وجالها قبل الوقت ده لانها وحشته وعايز يشوفها. لكن لما بيروح للبيت
وبيلاقي ان مفيش حد خالص في البيت، بيبتدي يقول لنفسه ويسأل نفسه ايه اللي حصل لساندي بيل، وبيروح لحد حديقة امي وبرضه بيدور عليها، وبيقول لنفسه انه شاب ضعيف الارادة ما يستحقش اي شيء وبيبكي. وفي الوقت ده نفسه سندي بيل بتقول لهم ان في مكان تاني لازم تروح له، وشارل بيقول لها انه عارف اكيد حديقة امي، يعني كانت رايحة في نفس الوقت اللي مارك فيه هناك، لكن لما بتوصل بتشوف خطوات اقدام وبتعرف ان كان في حد موجود، لكن مش بتقدر تعرف ان هو مارك. ولما بترجع للبيت تاني وبتلاقي الكل موجودين، ماجي وجيمي وبول والسيدة سكوت، بتقول لها احنا مش عارفين ايه من اللي يقوي صح ان باباكي النهاردة تكون ذكرى وان احنا نحتفل. بتقول لهم ولا يهمكم، بابا كان دايما بيحب الاعياد. وفي البيت بقى عند ريمود، ايفا بتقول له ان سندي بيل وحشتها جدا، وهو قال لها ان ريكي كان ممكن يجي يحتفل معانا، لكن ما كانش هيجي عشان خاطر سندي بيل مش موجودة. ومامتها بتزعق وبتقول لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، ما السنة اللي فاتت احنا قضينا احنا التلاتة بس وكان يوم جميل يعني عادي. رينوود وايفا لقوا ان مامتها بتقول لهم هي اتأخرت ليه، ما جاتش ليه لحد دلوقتي، لكن ايفا بتضحك وبتقول لها يا ماما هي سندي بيل باين عليها انها وحشتك انت كمان. قالت لها ولا وحشتني ولا حاجة، انا كنت عايزاها عشان تساعدني في شغل البيت. وبيرد رينوود وبيقول لها سندي بنت رائعة، وحيجي يوم وحتبقى علاقتها هي ومامتك كويسة جدا، انا متأكد من ده. سندي بيل بتودعهم وهي ماشية، كلهم بيطلبوا منها انها ترجع لهم تاني في اقرب وقت. أوليفر فضل مسك فيها جامد جدا عشان ما تسيبوش وتمشي، وعيطت ساندي وقالت له انها كمان زعلانة. هيك بالظبط يا أوليفر، والايام دي صعبة عليا جدا، لو كنت اقدر اخدك معايا كنت طلبت من عائلة رينود انهم يعتنوا بيك، لكن حالتهم المادية ما تسمحش دلوقتي. ولما مسك في هدومها بسنانه، سكوت ربطه بحبل عشان ما يطلعش يجري وراها، وبتودعهم وبيودعوها كلهم وهي بتجري. ساندي وهي راكبة الباص وهي بتتكلم في سرها مع باباها، وبتقول له انها قضت يوم جميل مع اصدقائها، وان مارك كان نفسها تشوفه لانه وحشها جدا، وان هو ما يعرفش لحد دلوقتي ان باباها مات وانها عايشه في لندن، وبتدعي من ربنا انها تلاقي مارك. في نفس اللحظه دي كان مارك بيعدي من جنبها، لكنهم مش بيشوفوا بعض. مارك وهو ماشي بيكون شارل هو واصحابه بيتكلموا بانهم ما قدروش يوصلوا ساندي بيل عشان أوليفر كان عامل مشاكل، وبيسمع مارك الحديث ده بيعرف منهم ان باباها مات وانها كانت موجودة هنا عشان تزورهم، وبيعرف منهم انها اكيد هتيجي في ذكرى وفاة باباها السنة اللي وراها. وبيتكلم شارل مع صحابه، وواحد فيهم بيقول له ان ساندي بيل باين عليها مبسوطة، لكن شارل بيقول لهم ساندي مخها كبير وعقل مننا كلنا، ساندي مش باين عليها وكاتمة في نفسها، وواضح منها انها بتعاني الامرين هناك في لندن، وانا فهمت كل ده بسبب ايديها اللي خشنة دي. وبيفهم مارك انها عايشة في لندن وبيفرح جدا. ساندي بيل بتركب القطر وهي بتفكر يا ترى هترجع امتى، وبتقول ان انا مش عارفة هرجع امتى، لكن اكيد في يوم من الايام هرجع لهم. وبيمشي القطر وهي ما تعرفش ان مارك كان موجود في نفس اللحظة اللي هي كانت موجودة فيها عشان يشوفها، وان كمان أوليفر جاري وراها عشان يشوفها. وبنشوف ايفا وهي قلقانة عشان ساندي اتأخرت، وإينور مامتها بتقول لها في ايه مالك، كل ده عشان ساندي اتأخرت شوية. وايفا بتكون خايفة لساندي بيل تكون مش راجعة تاني، ومامتها بتقول لها انا هكون فرحانة جدا لو ما جاتش. ولما سمعوا صوت ساندي بيل راحت وفرحت جدا ايفا، لكن بيبان على وش إينور هي كمان انها كانت فرحانة، لكن بتحاول تداري الفرحة دي. ولما نزلوا بيقولوا لساندي بيل ان احنا حسينا ان إينور كمان كانت فرحانة جدا، وبتفرح ساندي بيل جدا، لكن بتطلع لهم وبتقول لهم انا برضو كنت مستنياها، بالعكس انا كنت مستنياها بس عشان كانت تساعدني، وما توقفيش كده وروحي غيري بسرعة. وبعد كده بنشوف السيدة سكوت وهي كمان قلقانة جدا على أوليفر اللي اختفى، وفي نفس الوقت
عايزة تقول لساندي، لكن السيد سكوت بيقول لها رأيه انه عارف ان اوليفر ذكي جدا وانه يقدر يوصل لساندي فيل لندن، واننا بلاش نقلق ساندي، وبتقول له انها بتتمنى انه يرجع قبل ما ساندي فيل تعرف انه مشي ومش عارفين مكانه. وفي الوقت ده بيكون اوليفر في طريقه لندن، بيعدي انهار وصعوبات كتيرة جدا، وساندي ماشية بتشوف ريكي واصحابه ملمومين حوالين كلب وبيقولوا عليه انه حرام. وساندي بيل بتقول له ليه ما تدهوش ياكل، ده باين عليه جعان، اعتبره انسان، لو لقيت انسان جعان مش هتقسم معاه الاكل يا ريكي، وانا قادره منك بالامور دي لاني عندي كلب اسمه اوليفر وبحبه جدا، كان نفسه يجي معايا، يا ترى هو بيعمل ايه دلوقتي؟ وبيظهر اوليفر وهو راكب قطر في عربيه فيها غنم، ولما سمعوا انباحه قالوا له امشي من هنا، فنط من الشباك وقع وتعور من الاسلاك الشائكه اللي على الطريق، وكمل طريقه وهو متعور، والدنيا شتت عليه وجاع خالص. وبتكون ساندي قاعده هي وايفا وشافت صوره ليها هي واوليفر، وبتقول لها انه كلب ذكي جدا، وايفا بتقول لها انها نفسها تزور اسكتلندا، وقالت لها ابقي تعالي معايا المره الجايه هتلاقي الولاد هناك لطاف جدا. وبتفتكر اوليفر وبتقول يا ترى هو بيعمل ايه دلوقتي، وبيكون في الوقت ده جاع وراح لمكان فيه مطعم وقرب خلاص عشان ياكل، لكن بيتلموا عليه كلاب المنطقة وكلهم بيفضلوا يتلموا عليه ويضربوه، وبينبح نباح اللي هو فينك يا ساندي وانا بدور عليك دلوقتي، وبينام من كتر التعب. وبالصدفة مارك بيكون في محل جنب المحل اللي هو فيه وكان بيشتغل في الرسم، وبيطلع وبيشوف اوليفر وهو نايم وبيشبه عليه من بعيد، ولما بيقرب له بيكتشف فعلا انه اوليفر وبيتأكد انه هو، وبيصحيه وبيقول له ياه انت جيت عشان ساندي، انت جيت عشان تدور عليها، قد ايه انت كلب وفي يا اوليفر. مارك بياخد معاه اوليفر للسكن اللي هو فيه وبيجيب له اكل وبيشربه لبن، هو واصحابه كمان بيجيبوا له اكل تاني، واوليفر انبسط اخر انبساط. السيدة سكوت في الوقت ده بتقول ان اوليفر بقاله 10 ايام وهم مش عارفين عنه اي حاجة، وواضح انه ما تقابلش مع ساندي بيل، وبتقول ان المفروض نقول لها، وسكوت بيقول لها هيفيد بايه ان ساندي بيل هتسيب شغلها وكل اللي وراها وتفضل تدور عليه في شوارع لندن. بعد كده مارك بيقول لأوليفر اعمل المستحيل عشان تلاقي ساندي بيل، اعمل المستحيل حتى لو انا مش معاك وحاول تلاقيها، وبيقول له خد معاك الرسالة دي وارجوك وصلها لساندي يا اوليفر، يلا روح دلوقتي. ساندي بتكون خلصت شغل كان عايزه منها وقالت له هريح شوية، لكنه بيصيح فيها وبيقول لها يا ساندي انت ازاي عايزة تبقي صحفية كبيرة، وبتقول له انه معرفش اعمل ايه، قال لها لازم تبتدي تكتبي في مقالات دربي نفسك. وبينها وبين نفسها بتتكلم وبتقول ان رينوود صعب جدا اثناء الشغل، ريكي والولاد عاملين قارب لعبة وعمالين ينطوا من القارب ده للقارب ده، راح ولد منهم وقع في النهر ما بقاش يعرف يعوم وكمان كان هيغرق، وبتكون انور واقفة وبتشوف المنظر ده والولد خلاص هيغرق، لكن اوليفر بينط على طول وبيطلع الولد من المية ده وبينقذه، وبيقوموا يهيصوا ساعة ما شافوا صاحبهم طلع من المية، وبقوا فرحانين جدا بالكلب ده وحبوه جدا. رينوود وساندي بيسمعوا من جوه الدوشة دي اللي عاملينها الولاد، ولسه رينوود بيسأل ساندي بيل هو ايه اللي بيحصل برا، وبتقوله انها ما تعرفش. بتيجي ايفا وبتقوله يا بابا في كلب انقذ ولد من الغرق. طبعا رينوود بحس الصحفي بقى يقول يا خبر ده خبر رائع خبر جامد جدا، وبيكون الولاد فرحانين وملمومين حوالين اوليفر وعمالين ينشفوا فيه، وكمان انور بتقول له انت كلب رائع جدا لولا الصدف ان انت شفت الولد ده وانقذته من الغرق، كلب لطيف جدا. بيتصدم رينوود وبيقول لهم ايه ده انتوا بتنشفوا له بالمنشفه الخاصه بتاعتي، وزوجته بتقول له ما فيهاش مشكله ده انقذ ولد من الغرق ده كلب جميل. ولما بيشيلوا من عليه المنشفه بتشوف ساندي بيل وبتعرف انه اوليفر وبتنادي عليه، وهو بيروح لها جري وبيحضنها، وبقت تسأله انت ازاي جيت هنا يا اوليفر بدموعها، وإنور بتسأل ايفا هو ايه اللي بيحصل ده، وايفا بتقول لها ان الكلب ده كلب ساندي بيل اللي سابته في اسكتلندا، وبتستغرب إنور وبتقول معقولة جال وحده، فبترد ساندي بيل
وبتقوله انه جه لوحده عشان يشوفني، وبتقوله اوليفر انت جيت عشان تشوفني، وبيزوم اللي هو ايوه. فبكت سندبيل وقالت له انها فرحانه جدا عشان شافته، وبتقوله انك اكيد اتحملت صعوبات كتيره جدا في رحلتك دي. وايفا بتقول لها خدي بالك يا سندبيل، سلسله متعلقه في رقبه اوليفر، وبتفتحها سندبيل وبتعرف انها من مارك، واللي بيقول فيها انه بيعبر لها عن امتنانه، وانه شاءت الصدف انه يكون موجود في نفس الوقت اللي كانت هي فيه، وانه كان خلاص تعب من الوحده المتواصله، وانه حتى تعب من حلمه انه يكون رسام مشهور، وانه ما قدرش يقاوم احساسه بالحنين للماضي وكل ذكرياته وجه عشان يشوفها. وبتسال سندبيل اوليفر وبتقول له وديني مكانه، وبتستاذن السيد رينوود وبتروح هي واوليفر عشان يدوروا على مارك، واوليفر بيقدر يوصلها لحد المكان اللي كان قاعد فيه مارك، والناس اللي كانوا معاه قالوا لها انه مشي وساب المكان خالص، والناس دي بتستغرب هو ليه ما استناش سندبيل، ورد واحد عليه وقال له محدش يعرف، كل واحد بيفكر بالطريقة اللي تناسب حياته. وبتجري سندبيل عشان تلحق مارك، وبتكون بتقرأ آخر جملة في الرسالة، وهي انه بيوعدها انه برضو هيرجع لها وهو فنان مشهور. سندبيل بتمسح دموعها وكملت طريقها، وهي بتتمنى كل التوفيق لمارك اللي قرر انه يعمل تاني بوعده ليها. بعد كده بنشوف إينور وهي جاية من السوق ومعاها شيلة تقيلة جدا، وأوليفر أول ما بيشوفها بيجري يفتح لها الباب، فبتتبسط منه جدا وبتقول له إن أنت كلب ذكي، وبتديله أكل. إيفا بتشوف مامتها كده وبتقول لها أنت يا ماما بقيتي بتحبي أوليفر جدا، لكنها بتداري وبتقول لها إنها بتديله بواقي الأكل. وإيفا وساندي بيضحكوا لأنهم لاحظوا إنها بتديله الأكل اللي لسه جايباه من السوق. بعدها سندبيل بتقعد مع أوليفر وبتقول له ما تبقاش كسول، وبتكلمه انها وهي صغيرة كانت بتقعد هي واصحابها وتكلمهم عن المشاريع للمستقبل، وجا الوقت اللي تنفذ فيه كلامها اللي كانت بتفكر فيه زمان، زي مارك ما هو بيكافح بكل قوته دلوقتي. وفجأة وبيجي ريكي وبيسألها يا ساندي انت كنت بتفتكري حاجات وانت لسه في سن 3 سنين، اصل أليس بتقول انها فاكرة حاجات كتير حصلت معاها وهي عندها 3 سنين. سندبيل استغربت وبتقول لهم يعني ايه، فقالوا لها ان أليس فاكرة كل حاجة وهي عمرها 3 سنين، فاكرة كل حاجة عن باباها. وسندبيل بتستغرب لانهم طول وقتهم وهم عايشين في دار ايتام وفعلا ما يعرفوش اي حاجة عن اهلهم. ريكي بيسأل سندبيل انت فاكرة حاجة عن اهلك في العمر ده؟ طبعا بتقول له بحاول افتكر، وريكي بيقول انه مش فاكر ولا حاجة، وبترد أليس وهي زعلانة وبتقول لهم انا فاكرة انتوا مش فاكرين حاجة لانكم ما تعرفوش اهلكم. وطبعا سندبيل عشان تفض المشكلة دي بتقول لها مفيش داعي للكلام ده، وتعالي يا حبيبتي احكي لي ايه اللي انت فاكراه عن باباكي. ابتدت أليس تحكي لها ان كان في المكان ده في محطة للقطر، وكان فيه نهر، وكان فيه قارب صغير، وكمان كانت بتشوف من الشباك أسراب من اليمام دايما كانت بتكون فوق المية، وكانت بتشوف باباها وهو بيأكل اليمام من الشباك. وبتبتدي تكمل كلامها وهي بتعيط وبتقول لها ان هي دي الحقيقة صدقيني. سندبيل بتقول لها انت عشان فاكرة كل الحاجات دي تقدري تلاقي باباكي، وبتقول لها سيبيلي الموضوع ده علي انا. وساندي بتروح بسرعة لرينوود وبتقول له في خبر مهم جدا، خبر هيكسر الدنيا لازم نكتب عنه. ورينوود بيسألها ايه هو الخبر ده، فقالت له ان أليس قررت انها تبحث عن والدها وانها تكتب المقالة في الجريدة عن الخبر ده. وقبل ما يرد عليها ابتدت تكتب في الخبر، واول ما الخبر نزل في واحد اسمه هارسون واللي هو كان المفروض معني بالخبر ده، ابتدت الناس تتلمز وتتهمز وتتكلم عنه وتقرا الخبر وبرضه يتكلموا عن الراجل. راح الراجل راح للجريده عند رينوود وقال انا عايز افهم ايه معنى المقاله دي. طبعا رينوود في دهشه ومش فاهم اي حاجه، وقال له ان المقال ده بيتكلم عني انا، انت بتجيب سيرتي ليه؟ وساندي اول ما سمعت كده قالت له يبقى انت والد أليس. طبعا قال لهم انا ماليش بنات، والمقال ده كله بيتحدث عني انا، حتى البيت اللي انتوا وصفتوه في المقالة هو بيتي من سنين كتير جدا،
وكده غلط. اللي انت عملته انك تكتب حاجة من غير ما تتأكد منها، ده اسمه استهتار، استهتار بسمعتي. وفجأة بيدخل عليهم واحد وعاملني فيها المحقق كونان، وبيقول له بلاش تصنع عشان تداري على عملتك، وقال له انت مين؟ فبيطلع انه كاتب، وقال له بنتك اللي انت سبتها عند حد من صحابك او حد من قرايبك، وجيت عشان تشوفها وهي عندها 3 سنين لسه فاكراك لحد دلوقتي، وبيقول له ان هي دي القصة الحقيقية. الراجل رد عليه وقال له ايه التهريج ده، والكاتب بيقول له دي قضية رأي عام وكل الناس بتتكلم فيها، قال له ان ده مش من حقكم. والكاتب قال له انا كنت لسه بفكر اعمل سلسلة كيف يعيشون الان، يعني كنت هجيب كده الناس اللي بقوم في العتمة ومحدش يعرف عنهم حاجة بعد ما كانوا وصلوا لشهرة كبيرة جدا. راحت انور قالت له انا فاكرة انك كنت بتتكلم قصدك استعراض اللين هيرسون، وبيرد الكاتب يقول لها ايوه لكنه اختفى بعد اول استعراض ظهر فيه، واعتقد ان انتوا عايزين تعرفوا هو عايش ازاي دلوقتي، ده موضوع هيعمل ضجة. ورد هيرسون قال له انا مش هسمح لك ان انت تكتب عليا اكاذيب كتير وانا هقاضيك عليها، وقال لنود وانت كمان مسؤول عن اللي حصل ده. ساندي بيلي لما بتلاقيه ماشي بتجري وراه وبتروح له وبتقول له استنى انا اللي كتبت المقال ده، وبتسأله بتقول له انت بجد ما عندكش بنات؟ قال لها انا ما عنديش بنات اصلا ثم اني ما اتجوزتش طول عمري، وقالت له معنى كده ان الشخص اللي انا اتكلمت عنه مش انت، وقالت له انها اتكلمت عن باباها، فقال لها وانت عرفتي منين الكلام ده؟ قالت له ان والدها مات من سنين وما كانش والدها الحقيقي، لكن بالنسبة لها كان هو الأب الوحيد اللي عرفته ومش بيعدي يوم من غير ما تفتكره، وأليس وريكي بيعيشوا نفس الشعور ده. وجالها الكاتب وهو بيضحك وبيقول لها إنه عارف إن الإنسان صعب إنه يعيش من غير أب، ولكن في عالم الصحافة لو عينك مليانة دموع وقلبك مجروح مش هتقدر تتمكن من كتابة أي مقال، لكن بتقوله إنها مصدقة أليس وبتمشي، وبيقول لها انت غبية يا ساندي بيل. بعد كده بتروح ساندي بيل عشان تسأل عن أليس في الدار ومش بتلاقيها، لكن القص اللي هناك بيقول لها انه اول ما قرى المقالة مشيت على طول، وبيقول لها انه يعرف أليس من وهي عندها 4 سنين وجات الدار هنا وكان باباها متوفي وشوية، وبيجي الكاتب وبيقول لها انه عايز يعلمك شوية حاجات تبحثي بيها عن معلومات صحفية وبيها تقدري تكتبي اي مقال، وجايب معاه صورة هيرسون. ولما ريكي والقص بيشوفوه وبيقولوا له انهم كانوا دعوا لمسرحية كبيرة للولاد، والراجل ده كان هو بطل المسرحية وكان بيلعب دور الاب. ساندي بيل والكاتب اخدوا صورة لأليس وبدأوا يدوروا عليها، ودوروا في المكان اللي كانت وصفته في كلامها، كان في نهر وقارب صغير، وكمان كانت بتشوف أسراب يمام، وهناك سألوا ست معدية عنها وقالت لهم إنها بتشوف بنت بتبص دايما من الشباك وإنها كانت موجودة قريب، وعرفت ساندي بيل إن هي هتلاقيها في المدينة دي وبتبص بتلاقيها جنب منها، وأليس بتبكي وبتتأسف لها وبتقول لها انها شافت هيرسون في المسرحية اتمنت ان يكون باباها، وانها بدأت تقنع نفسها ان السيد هيرسون هو باباها وان هي دي حقيقة. رد الكاتب بيقول لها هو كده الاطفال دايما بيخلطوا الاحلام بالواقع، لكن ساندي بتصيح فيه وبتقول له وايه الضرر في كده، انت مش بتحس بمشاعر الناس، انت ازاي بقيت مراسل صحفي وانت مش بتحس بمشاعر الناس، وانه من الطبيعي ان اي ولد يتيم يبحث عن ام واب، لكن هو بيرد بيقول لها لكن ده ما يسمح لكيش انك تكتبي مقال وهمي ومش حقيقي، اتكلمي عن الوقائع لما تكتبي مقال ايه اللي هيحصل لجريدة رينوود بعد اللي عملتيه. وفي نفس الوقت نور بتقول رينوود دلوقتي بعد ما الجريدة بدأت تتنشر جاء المقال ده وحيضيع علينا كل ثقة القراء ومحدش هيشتري الجريدة بعد كده، وإيفا بتقول لها أكيد هنقدر نرجع ثقتهم من تاني، وإنور بتقول له أنا مش هرجع للفقر تاني. ساندي بيل بتسمع كل الكلام ده وبتقول إن أنا أحسن حاجة ليا إن أنا أعمل خايفة، وبتقول لأليس يلا بينا نمشي من الجريدة، وبتاخدها وبتروح تقعد في مكان وهي زعلانة، وفجأة بيجي لها إدوارد وبيقول لها أنا جيت لك وعارف إنك محتاجاني، أنا قريت الخبر ده وشايفك كئيبة يا ساندي بيل، يا ترى باباكي في الموقف ده كان حيقولك ايه؟ وقالت له ان بابا كان حيقولي اتحملي مسؤولية اللي انت عملتيه. بعد كده قال لها يعني انت هتعتذر يا ساندي بيل؟ فقالت له ان الجرنون كان بدأ ينتشر لكن دلوقتي مش عارفة، فقال لها ان مؤسسة رينوود متخصصة في المقالات اللي بتحرك مشاعر القراء والقراء العاطفيين،
هيقلقوا على مصير أليس لما يعرفوا الحقيقة، وأكيد هيعملوا لها حاجة عشانها. حطي نفسك مكان أليس واعتبريني مؤقتا في مكان باباكي، أنا مش عايز أخد مكان باباكي اللي في قلبك. قالت له أنت تبقى زي بابا. قال لها أن الإنسان لما يكون وحيد في العالم الحب والعاطفة ممكن يدوله قوة لمواجهة الحياة. وبتشكر إدوارد وقالت له هحاول، وبتجري على هيرسون وبتروح تعتذر له عن المقالة اللي كتبتها وإنها عملت له مشكلة، وبتطلب منه أن يكون أب لأليس ليوم واحد بس وبتترجاه، وحكيت له ليه أليس اعتبرته زي باباها. وهيرسون بيقول لها ان عمره ما فكر ان يكون له اولاد بسبب انه كان بيجري ورا الشهرة، وده خلاه رجل اناني جدا بيعيش لنفسه بس. وافق وقال لها دي حاجة ممتعة ان الانسان يلاقي حد بيحبه، هي دي سنة الحياة. وبتشكره سندبيل. بعد كده بيجي هيرسون ويقابل أليس، وأليس بتقوله ما عندكش مانع انك تكون اب لولدين تانيين، وبيوافق وبيفرحوا جدا ريكي وبوب، وبيروح يشتري لهم حلويات. بعد كده الكاتب بيشوف سندبيل وبيقول لها انت ضمنتي مقال للأسبوع الجاي، وهو كمان هيكتب عن مقالة عن الفنانين اللي اتشهروا واختفوا فجأة. وقبل ما يمشي قال لها انه جايب لها حاجة هي محتاجاها، ولما بتفتح سندبيل بتلاقي شراب، وقال لها يا ساندي لازم تلبسي شراب شكله حلو، ده ما ينفعش ابدا. ضحكت سندبيل وهي بتقوله بكل ثقة دي طريقتي الخاصة في لبس الشرابات. قال لها زي ما انت عايزة، انت بنت عنيدة. وقال لها انا لازم امشي لان عندي شغل. وسندبيل بدأت تحضر للمقال اللي هتكتبه، وحست لأول مرة إنها بتتصرف زي الصحفيين. سندبيل لما اتفاجئت إنها بتشوف إيفا بتبيع جرايد، وبتبقى مش مصدقة نفسها، وبتروح لحد عندها وبتقول لها إيفا معقولة أنت بتبيعي جرايد أنت كمان؟ إيه اللي خلاكي غيرتي رأيك كده بسرعة؟ وإيفا مش بترد عليها. بعد كده بنشوف رينود وهو بيتكلم مع إينور، وبيقول لها إن إحنا لو فضلنا كده هنسدد كل ديوننا في أقل من 3 سنين، وكمان قادر أجيب لك كل اللي نفسك فيه أنت وإيفا وساندي بيل، وناخد أجازة ونروح نصيف. وإينور بتكون فرحانة جدا وبتقوله إنها ما سمعتش الكلام ده من زمان. وشوية وبتيجي إيفا وبتفاجئهم بطلبها، وهو إنها تكمل دراستها برة في مدرسة داخلية عشان عايزة تكون طبيبة. وإينور بترفض لأنها مدرسة داخلية ومش هتقدر تيجي غير أوقات معدودة طول العام الدراسي، لكن رينود بيرحب بالفكرة جدا وبيقول لها إنهم المفروض يهنوها عشان اختارت مدرسة صارمة زي كده. لكن إينور بتوجه كلامها لإيفا وبتقول لها أنا مش موافقة تروحي للمدرسة دي، فاهمة ولا لأ؟ لكن بتجري إيفا وهي زعلانة وبتطلع أوضتها. ورينود بيقعد يتكلم مع إينور وبيقول لها في إيه؟ المدرسة أقساطها غالية جدا، لكن أنا كنت هعمل كل ما في وسعي إني أدخل إيفا المدرسة دي. لكنها بتقول له سندبيل هتعمل معاها إيه؟ هتقدر تدخلها المدرسة دي؟ ولا عايز الناس تقول إن إحنا صفرنا بنتنا وسندبيل لأ؟ ولا أنا هبقى في نظر الناس لئيمة وزي المشعوذة الشريرة؟ وكل الكلام ده بتسمعه سندبيل، وبتطلع لإيفا وبتقول لها إنها عرفت إنها كانت بتبيع الجرايد ليه، وبتسألها أنت فعلا عايزة تروحي المدرسة دي يا إيفا؟ وإيفا بتقول لها إنه حلم حياتها إنها تكون طبيبة، وإن كل البنات اللي نفسهم يكونوا طبيبات بيروحوا المدرسة دي، ولحد دلوقتي هو أكبر حلم بالنسبة لها، لأن باباها ما كانش يقدر يتحمل مصروف المدرسة، لكن دلوقتي في أمل. وسندبيل بتقول لها خلينا نتكلم في الموضوع ده وقت العشاء. ووقت العشاء وكالعادة وإينور حتى لساندي الطبق المكسور تاكل فيه، بتتكلم معاها ساندي وبتقول لها إن إيفا عايزة تروح المدرسة دي وليه مش موافقة، وإنها هتشتغل عشان تقدر تساهم في مصاريف المدرسة، وإن هي كمان ساندي هتساعد في المصروف المدرسة معاها. لكن فجأة إينور بتتعصب جدا وبتخبط على الترابيزة وبتقول لها اسكتي انتي، انا مش بحب نظام الوصاية ده، انا عارفة الكلام ده كله من غير ما تتكلمي فيه. ورينود بيقول لها وفيها ايه؟ دي سندبيل عايزة تساعد. قالت له انا مش بحب كده، الجيران تقول عليا ايه؟ هيوصفوني بالمشعوذة اللعينة.
وبتوجه كلامها لإيفا وساندي وبتقول لهم إن المدرسة اللي هم فيها حاليا هي دي اللي يقدروا عليها، غير كده لأ، ومن كتر العصبية بتتعب جدا وبتقع وبيجيبولها الدكتور، وقال إنها تعرضت لشد عصبي كبير جدا وهتتحسن حسب حالتها النفسية. ولما جت إيفا وساندي بيل تمشي قال لها يا ساندي هي حقيقي قلقانة على مستقبلك، وإننا لو سفرنا إيفا لمدرسة سانتيل فهو ده السبب إنها مهمومة. وبتتأسف إيفا وبتقول لهم إنها ما فكرتش غير في نفسها وبس، وإنها عايزة تشتغل عشان تدخل المدرسة دي، لكن رنود بيقول إن الناس هتفتكر إنها بتستغل ساندي ومش عايزة تعلمها زي بنتها. لكن ساندي بتقول لهم إنها فعلا عايزة تشتغل في الجريدة عشان تبتدي تكون صحفية كويسة جدا، ورنود بيقول لها باباكي وصاني إن أنا أعتني بيكي وإن أنا لازم أخليكي مثقفة، والمراسل لازم يكون كمل تعليمه الجامعي عشان يكون مراسل ناجح. وساندي بتقوله إنها عايزة تكون مراسلة خاصة لجريدة رنود، وقال لها بكده تبقي مش محتاجة دراسة جامعية، كده تبقي محتاجة فكر صحيح وقلب عطوف. وقال لها لو إينور تتفهم إن دي رغبتك أنتي، وساندي بيل بتقوله إنها لو اتفهمت الموضوع ده تقدر إيفا إنها تحقق حلمها وتروح المدرسة اللي نفسها فيها. ساندي وإيفا وريكي ابتدوا يوزعوا الصحب بتاعت رينوود عشان تنتشر أكتر وأكتر، وبالصدفة ساندي بيل بتشوف الكاتب واحد بيطرده من جريدة كبيرة جدا، والراجل عمال يقوله روح كده وانت دمك تقيل، وساندي بتقوله ده انت يا دوب مراسل صغير، وبيقول لها طب ليه الكلام ده، ده انا كنت اتكلمت عنك وقلت ان انت بنت لطيفة. فساندي بتقوله وايه الخلاف مع الراجل ده، قال لها انه كان بيحاول انه يعمل عقد بمراسل صحفي خاص، وبتحاول تفهم منه وبتقوله مراسل خاص، قال لها ايوه وده عشان الف حول العالم وابعت لهم مقالاتي من هناك واكون حر طليق حول العالم وان انا ابحث على كل الاخبار المهمة والشيقة. فقال لها هو انت مش نفسك تسافري كده وتلفي حول العالم؟ طبعا ساندي بتقوله طبعا، وبتقوله امال ايه المشكلة في كده، قال لها انهم زي ما بيقولوا ان انا لسه مبتدئ وعشان مكملتش شهادتي الجامعية. ساندي بيل وهو بيتكلم بتسرح في كلامه وبتقوله ان عنده طموح ونفسه يشق طريقه، لكن اللي معطله شهادته الجامعية. وبتقول إيفا وإيريك ومارك كلهم عندهم أحلام، بعد كده بتشكره وبتقوله إن أنت اديتني درس مهم جدا، وبتمشي وبتروح البيت وبتتكلم قدام إينور ورينوود وبتقولهم إنها خلاص قررت تشتغل مراسلة خاصة وتلف حول العالم وتبعت له كل الأخبار من برة. إينور لما بتسمع كده بتقول لها يعني قررت انك خلاص هتسيبينا وتمشي، وكمان إيفا هتسيبني وتمشي، وبتزعل جدا وبتفضل تعيط وبتقول لهم خلاص يلا امشوا دلوقتي ما تستنوش امشوا سيبوني لوحدي، وبتقول لهم ما تقفوش قدامي كده انتوا بترفعولي الضغط امشوا من قدامي، ورنود بيقول لهم اطلعوا شوية برة. ساندي بتاخد إيفا وبيطلعوا، وبنشوف رينوود وهو بيتكلم معاها وهي بتعيط وبيقول لها انك عايزاهم يفضلوا معانا صح؟ بعد كده بنشوف انه طالع بعد ما اتكلم معاها شوية وبيتكلم مع ساندي بيل وبيقول لها انا بقدم لك عربيتي عشان تسافري بيها يا ساندي بيل، وساندي بتكون مندهشة جدا وبيسألها ايه رأيك جاوبي عليا، فبتقوله ان ده حلمك يا سيد رينوود، وقال لها انه مش فاضي غير لإصدار الشغل وانه مش فاضي للسفر. وإيفا بتقول لساندي انها فرحانة جدا عشان خاطر ساندي بيل، ورينوود بيقول لإيفا انها هتسافر خلاص لمدرسة سانت هيل زي ما كان نفسها وبتكمل دراستها، وفي الوقت ده انتم الاتنين لازم تحضروا نفسكم. وبيقولوا له طيب والسيدة إينور، قال لهم ما تشغلوش بالكم انا قاعد معاها هنا، ودلوقتي هو ده الوقت المناسب اللي تحضروا نفسكم للسفر. بعد كده بيروح لإينور وبيقول لها انهم قرروا انهم يسافروا، وهي بتقول له انتوا خلاص اخدتوا قراركم مع نفسكم، وبيقول لها ان البنات في يوم من الايام اجلا او عاجلا هيسيبوا البيت، خليهم يشوفوا حياتهم ومستقبلهم، وان احنا لازم نودعهم بابتسامة وبكلام جميل،
وقال لها انه هيفوت الاوان بعد ما يمشوا هتندمي كتير جدا انهم مشوا وانت زعلانه معاهم. وهو بيتكلم وقف عند الشباك ولاحظ ان سندبيل ماشيه وخلاص بتروح لحد العربيه. ولما وقفت ايفا بتسالها انت وقفتي ليه؟ قالت لها اني ما اقدرش اسيبها كده، مش قادره، مش هين عليا اني اسيبها وامشي كده. وايفا بتقول لها ماما زي الطفل الصغير اللي ما بيعرفش يعبر عن نفسه. وفجأة بتجيلهم إينور وبتقول لساندي انت واقفة ما تمشيش كده وانت عاملة زي الحرامية. وإيفا بتقول لها بلاش يا ماما الكلام ده. قالت لهم انتوا قررتوا انكم تمشوا وانا مش همسك فيكم، لكن عندكم الوقت الكافي انكم تاكلوا قبل ما تمشوا. ولما راحوا عشان ياكلوا اتفاجئوا بان محطوط اطباق جديدة على السفرة. ورنود بيقول ايه الاطباق دي جابتها امتى؟ وساندي بتسأل على طبقها المكسور، لكن رنود بيقول لها ان كانت إينور بتقوله قد ايه الاكل هيبقى طعمه جميل جدا لما كلنا ناكل مع بعض في الطقم الجميل ده. وبتبكي سندبيل وبتروح تجري عشان تتكلم مع إينور وبتقول لها انها متأسفة جدا عشان هتمشي، لكن إينور بتقول لها انا اللي متأسفة، انا اللي عليا اعتذر لك لاني خليتك طول الوقت تستعملي الطبق المكسور ده. كنت بكرهك في الاول لكن ابتسامتك وتصرفاتك خلت قلبي يحبك. الطبق ده كان بيعكس تحجر قلبي وكنت دايما عايزه اكسره. وبتحدف الطبق وبيتكسر وبتحضنها سندبيل وهي بتبكي وبتقول لها ان همشي لكن هرجع تاني كل ما اقدر، وايفا هترجع في الاجازات. واسكتلندا دي كانت موطني ومسقط رأسي، ولندن اللي فيها بيتكم هو بيتي. الليلة دي نامت السيدة إينور في سرير سندبيل وحست سندبيل إنها نايمة جنب مامتها. الوقت قرب إن سندبيل تمشي وتسيب عائلة رنود، والعيلة كلها بقى عندها بهجة وسرور بسبب إن سندبيل وإيفا هيبتدوا حياة جديدة. وبتدخل إيفا وإينور بتاخد مقاسات فستان هتعمله لساندي، ولما حبت تعرف تفصيلته شكلها إيه إينور بتقول لها دي مفاجأة مش هتعرفيها إلا لما يخلص. بعد كده سندبيل بتروح لحد رينوود وبيكون هو شغال في كهربة العربية، وبتكون فرحانة جدا عشان إينور بتفصل لها فستان جديد، لكن لما بتشوف شكل عربيته من جوه بتنبهر جدا وبتقوله فيها تليفون كمان، وبتقوله الزرار ده بتاع ايه وبتدوس عليه. بيقول لها خدي بالك يا ساندي انا لسه مخلصتش كهربا بتاعت العربية. وفضل الكرسي بتاع العربية يلف بيها ووقع على مكان في دش المية واتغرقت من المية ووقعت قعدت على الكرسي تاني واتحدفوا برا العربية خالص. أوليفر بيشوف المنظر ده وهو واقف بيبص عليهم. قالت له ايه أوليفر انت كويس؟ وبيقول لها ريكي وبوب وأليس ان خلاص عرفنا ان انت مسافرة خدينا معاكي. وبتقول لهم انها مش رايحة تسافر تتفسح، دي رايحة في شغل. وبوب قال لها انه عايز يشتغل زيها في مهنة الصحافة. وريكي بيقول لها انه خايف انها تسافر لوحدها والمفروض انها تاخد شاب معاها في السفر زي هو مثلا. بعد كده بيجي تليفون لرنود وبيقول ان دي اخبار مهمة جدا، العالم المشهور بعلم الحشرات فابل رجع في السر لانجلترا ولازم نعمل سبق صحفي قبل اي حد. وبيقول لها ان العالم ده اكتشف في جبال الهيمالايا فراشة من نوع نادر جدا، لكن العالم ده مش بيحب الاختلاط بالناس وبيفضل الوحدة وكمان بيتجنب المراسلين الصحفيين كده. لو قدرنا ناخد منه حديث خاص بمجلتنا هيبقى سبق صحفي رائع جدا. وبيقول لساندي حاولي تعرفي مكان اقامته ولو وصلتي له حاولي تاخدي منه حديث صحفي، وده بالنسبة لك هتكون تجربة صحفية مهمة جدا. وقالت له حاضر. وقال لها انت لسه واقفة؟ قالت له اروح فين؟ قال لها انت بنت غبية ازاي هتكوني صحفية فكري. وبتقول له حاضر وبتمشي، وهي ماشية بتفكر وبتكون محتارة جدا ولا هي عارفة شكله ولا سنه. ولما شافت واحد بيبيع كتب في الشارع بتجيلها فكرة انها تروح في المكتبة وبكده هتعرف معلومات كتيرة عنه جدا. ولما بتوصل المكتبة وبتسأل عن الكاتب فاضل بتقول لها البنت الموظفة ان في واحد قبلها طلب منها الكتاب ده وهو واخده بيقرأ فيه هناك. وبتروح بتلاقيه قالك وبتطلب منه بتقوله ممكن بس اخد منه معلومات انا عايزاها، لكنه بيرفض وبيمشي من المكتبة. سندبيل بتروح وراه وبتقوله اديني اطلع معلومات عنه، لكن مش بيرضى وقال لها مش هسلمه ابدا الا لما اخد حديث صحفي مع العالم فابل.
ساندي بتقول له انت لئيم، قال لها قولي اللي انت عايزاه وبيمشي. وبعدها ريكي بيجي لساندي بيل بيقول لها ان انا عندي صديق، الولد ده بيفهم كل حاجة في علم الحشرات وواضح جدا انه مهووس بالعالم فابل وبيعرف معلومات كتير عنه. طبعا ساندي لما بتسمع الكلام ده بتقول له ممكن تعرفني على صديقك ده، قال لها يلا بينا. ولما راحت للولد ده لقيته بيعرف معلومات مهمة جدا، ورسم لها رسمة عشان تعرف شكله، وبدأت ساندي بيل في البحث عنه. ولما قابلت عامل وسألته عن صورته قال لها انه شافه وهو بيجري ورا الفراشات، وفجأة بتلاقي كاتب إليك وهو واقف وبرضه بيسأل الراجل، لكن ساندي بتقوله انا لقيته قبلك، وبيدي للعامل سيجارة بياخدهم وبيدخلهم في أسانسير وبيقول لهم ان المكان ده عالي جدا، اللي هيطلع فوق ويحاول ينزل منه ممكن يقع ويموت. بيقول لها ان انا لو قدرت اخد حديث صحفي للعالم هقدر اتعين مراسل خاص في المؤسسة الصحفية في لندن، لكن ساندي بيل بتقول له انت انسان وقح، وبيقول لها انا مفيش حد هيقدر يقف قدامي عشان اوصل لهدفي. وريكي قال له انت هايف، هوريك هنعمل ايه. واول ما الاسانسير بيقف بيهم بتفتح الفتحة بتاعت الأسانسير وبتنزل من الحبال بتاعته، وريكي بيعجب بيها أكتر. ساندي بتفضل ماشية ورا إيريك وبتقدر توصل له، لكن ريكي كمان بيوصل وبينادي عليها، والسواق الخاص بتاع كيتي بيسمع بيعرف إن ساندي بيل موجودة في المكان. بيروح لكيتي وبيقول لها إنه لقى ساندي وماشية ورا شاب واضح جدا إن هو مارك، وبتقول له ان ساندي بتدور على مارك. ردي بيقول لها ان جايز جدا انه يكون جاي هنا عشان يرسم. ساندي بتجري عشان تلحق إليك، لكن بيكون شايفها وبيستخبى منها وبيمشي من ناحية التانية. ريكي وساندي بياخدوا بالهم من فابل وهو ماشي في الحديقة، لكن بتقف قدامهم كيتي وبتسألها عن مارك، وبتقول لها هو مارك مشى من أي طريق، وبتستغرب ساندي، لكن السواق بيقول لها أنا شايفك وانت بتدوري على شاب هنا، لكن بتقوله إن الشاب اللي كانت بتدور عليه مش مارك. وبتقول لها كيتي المرة دي مش هتقدري تخدعيني، لكن ساندي بتقول لها مارك مش موجود هنا، مارك سافر لمسافة بعيدة ومش موجود في لندن. وريكي بيقول لهم وسعوا كده عطلتونا عن شغلنا. ساندي بتقف وبتقول لها خلاص انا هبقى مراسلة خاصة في جريدة سنود، بتقول لها ان الحياة مش سهلة بالنسبة لي زي ما هي سهلة بالنسبة لك يا كيتي، انا لازم اجتهد عشان اعيش عيشة كريمة، ومارك بيدرس عشان يبقى رسام ناجح. ساندي وريكي لفوا كل الحديقة عشان يدوروا على فابل، وقالت لريكي لو تعبان انت ممكن تروح ترتاح، لكن بيقول لها انه مش هيسيبها. وهم ماشيين لقوا المنزل بتاع فابل، وساندي بتقول لريكي روح جيب اوليفر بسرعة. في نفس الوقت ده الكاتب إليك بيكون واقف مع الناشر عشان يقنعه انه يعينه مراسل خاص في الصحيفة عندهم، وهو خلاص كان قرب يوصل للعالم وهيكون سبق صحفي هايل. وهو واقف بيتكلم معاه بيتفاجئ بكيتي وباباها، والمدير بنفسه بيقول له انه عين بنت التاجر المعروف شيرر مراسلة صحفية. وإيريك بيعرف ان الوظيفة راحت عليه، وكمان بيعرف ان البنت نفسها ما بتعرفش اي حاجة في الصحافة وباباها دخلها بالواسطة كده. ريكي وساندبيل ومعاهم أوليفر بيدوروا بالمنديل على فابل، وبيوصلوا لحد رجل من رجال الشرطة. ساندي بتقول له ما شفتش حد معاه شبكة حشرات بيصطاد بيها فراشات، قال لهم ايوه شفته هو بيركب اتوبيس، وبتعرف انه راح للغابات الشرقية. ساندي بعد كده بتمشي وبتشوف إيريك وبتقول له واضح كده انك خلاص راحت عليك اثار العالم فابل ومش عارف توصل له، وبيكون ساكت. فبتقول له فين طموحك عشان تكون مراسل صحفي خاص في مجلة التايمز. رد قال لها ده كان زمان، فسألته ليه، حكى لها ان في بنت اسمها كيتي جت وقدمت واخدت الوظيفة. ساندي قالت له ايه ده مش عدل، وسرحت ساندي في كيتي، وعرفت انها لما عرفت ان هي هتبقى صحفية جت واخدت مكان الشاب. إيريك لما مشى ساندي قالت له تعالى ندور على العالم فابل سوا، وريكي بيقول لها ليه احنا مالنا بيه، احنا وخلاص لقينا دليل نقدر نوصل لفابل. فبترد بتقول له وايه المشكلة، المراسلين لازم يساعدوا بعض، وخصوصا ان انا لسه مبتدئة وإليك كمان مبتدئ. إليك بيسمع الكلام ده وبيروح ضربها بالقلم، وريكي بيقول له انت بتعمل كده ازاي، وكان خلاص هيمسك فيه، لكن بتقول له ساندي ريكي ما تعملش اي حاجة.
وقالك بيقول لها لازم تكوني قاسية عشان تبقي مراسلة صحفية، انت بتحسب ان انا حبقى مبسوط لما تقدم بمقال انت اللي عملتيه وانا وانت اعداء، لازم كل واحد فينا يحارب التاني سلام. وبتبكي سندبيل وبتجري للنود وبتقوله ان لسه ما جاش الوقت ان انا اكون فيه مراسلة صحفية، لكن رنود بيقول لها بالعكس تماما، المراسل الناجح لازم يكون عاطفي عشان يقدر يكتب مقالات ناجحة، وبيقول لها امسحي دموعك بدل ما نلغي الحفلة، واللي بيكون عامل لها مفاجأة واحتفال بمناسبة شهادة تأكد ان الأنسة ساندي هي بقت مراسلة صحفية من الدرجة الاولى في مؤسسة رنود. والكل سقف لها وبتقول لها ايفا ان ماما عملت لك فستان جميل جدا، مش هتصدقي ان ماما اللي عاملة بنفسها. وبتروح تلبس الفستان. بعد كده رنود بيقول لها ان السيارة دي احنا هنسميها بسيارة ساندي، وبتمشي ساندبيل بالعربية ومعاها ريكي والكل بيودعها. السيارة اللي اتسمت باسم ساندبيل بدأت رحلتها، يا ترى ايه اللي مخبيه القدر للجميع؟ رينوود خلى ساندي تبحث عن العالم المشهور بعد ما عينها مراسلة خاصة في صحيفة رينوود، والسيارة بتتوجه لغابات ويلز لان ممكن جدا العالم يكون موجود هناك. وريكي بيزقطت من الفرحة لانه اول مرة يسيب لندن ويسافر مكان جميل زي كده، وقال لها هو ممكن العالم فابلي شغلني عنده مساعد خاص لي، وقالت له جرب حظك بس اوعى تقول له انك شغال معايا لان العالم فابل بيكره الصحفيين جدا. وبيوصلوا، اول ما وصلوا الغابة بيلاقوا صحفيين في كل مكان، وساندي بتشوف كيتي هناك، وساندي بتقول لها معنى كده انك اشتغلتي صحفية. كيتي بترد تقول لها انها اتغيرت وقررت ترسم طريقها عشان تكون مراسلة صحفية، وان مارك هيكون فنان مشهور، وانها هتكون صحفية ناجحة، وانها متأكدة ان مارك هيكون فنان عظيم وحيجي يوم وتكتب عنه. وساندي بتسرح لان ده نفس الكلام اللي ساندي كانت قالته لها قبل كده وهي بتكرره. كل الصحفيين اتلموا على واحد وهم بيسألوه عن العالم فابل، وبيوصف لهم الطريق اللي العالم فابل مشي منه. وبعد ما كل الصحفيين جروا على الطريق اللي وصفه لهم الراجل ده، ساندي بيل بتفضل مركزة معاه وبتطلع صورة اللي كان رسمها لها صاحب ريكي، وبتقوله ان الراجل العجوز ده بيشبه الصورة، وريكي بيأيد كلامها وبيقول لها فعلا. فبتطلع المنديل اللي كانت لقيته في لندن، وبتخلي أوليفر يشم المنديل عشان يدلهم عن صاحب المنديل، وبالفعل بيوصلهم للراجل العجوز، وبتعرف ان هو العالم فابل وبتضحك، والعالم فابل ما بيقدرش ينكر، وبتقول انك بتحاول تتنكر، وقالت له انها مراسلة صحفية، لكن هو بيتخض اول ما بيسمع انها مراسلة، وبتطلب منه انها تعمل معاه حديث. ولما ريكي حاول يصوره العالم فابل رفض جدا وقال مش عايز صور ليا. ساندي بيل حاولت تقنعه وقالت له ان احنا مش زي اي صحيفة تانية، لكنه بيقول لهم كل الصحفيين فضوليين. وبيظهر إليك في الوقت ده وبيوجه كلامه للعالم فاب، وبيقول له ان لقى مجموعة كبيرة من الفراشات، وبيقول له مهتم بالموضوع ده. طبعا العالم فابل قال له ايوه مهتم ويلا بينا وديني على المكان. وساندي بتسأله انت فعلا تعرف مكان فراشات؟ قال لها فراشات جميلة جدا في منتهى الجمال، ولما بتطير بترسم صورة من الالوان رائعة جدا. وبعد كده راح مزعق لهم وقايل لهم يلا من هنا عشان ما تعكروش مزاج العالم فابل، وبياخد العالم وبيمشي معاه. وساندي بتتضايق جدا وبتقول له انه واضح ان ما عندناش حظ بسبب ان إليك هو اللي يعرف معلومات عن الفراشات، لكن ريكي بيقول لها لا مش ممكن ابدا، ده اكيد بيراوغ وهو ولا يعرف فراشات ولا اي حاجة زيه زي بقية الصحفيين، ولسه عندي امل بالفوز ويلا بينا وراهم يا ساندي. ساندي وريكي بيلاحظوا انهم بيستخدموا كل حيلة بحيث انهم يبعدوا عنهم، وان اوليفر ما يعرفش يوصل وراهم لما مشوا في المية. إليك ماشي مع العالم وبيسأله بيقوله انا سمعت انك اكتشفت نوع من الفراشات في جبال الهيمالايا، ده حقيقي؟ وابتدى العالم يتكلم ويحكي له، وإليك بيقوله ان هو زيه بيبحث عن الفراشات، لكن في الحقيقة انه كان بيسجله من غير ما يحس. وإليك وهو ماشي ومكمل الطريقه بيوقفوا العالم وبيقول ان احنا وصلنا، وبيستنوا الفراشات تظهر، وإليك بيبان عليه التعب، وحتى كيتي كمان بتقعد من كتر التعب، والمصور اللي معاها عمال يقول لها يلا بينا نمشي، وهي بتقوله مش قادره اقف على رجلي، وبيقول لها انت ازاي كنت عايزه تبقي صحفيه وانت بتتعبي بسرعه كده؟ فبتقوله انت ازاي بتتكلم معايا كده وبتزعق له.
بعدين بتقوله احنا عمالين نجري وراه، احنا هنبطل ان احنا ندور عليه ونعمل حيلة نخليه هو اللي يدور علينا. والمصور بيقول لها ازاي؟ قالت له ان احنا نوهمه ان احنا اكتشفنا مكان لفراشات نادرة. يلا نادي خلي كل اللي موجودين هنا يعرفوا ان احنا لقينا فراشات نادرة الوجود. وفضل الراجل يصرخ ويقول اسمعوا يا ناس لقينا فراشة نادرة الوجود وفي منتهى الجمال، وبقى يجري زي العبيد بالظبط. وطبعا هو نفسه بقى يقول على نفسه هو انا بعمل في نفسي كده ليه، وكمل كلامه بقى يقول الحقونا شوفوا فراشات جميلة نادرة الوجود. وبيسمعه العالم فابل وبيسيب إليك وبيمشي لما بيعرف ان الراجل ده لقى فراشة نادرة الوجود، وبينادي عليه إليك لكن ما بيردش عليه. اما الراجل المصور ده فخبط في عش للنحل وخلى النحل يطير عليه وطلع يجري. في الوقت ده كان العالم فابل لقى كيتي وبيسألها عنه، ولما بتعرف ان هو العالم فبتقوله انها مش صحفية ولا حاجة، وبتقوله انها عندها خبر مهم جدا، وهو ان الصحيفة اللندنية هتعمل معرض لفراشات نادرة الوجود، وان عائلة شيرر هتقدم منحة مالية كبيرة جدا عشان تساهم في المعرض اللي هيكون معرض عالمي، وبتسأله عن رأيه وهو بيرفض. بعد كده بتقوله معقولة ترفض؟ دي فرصة العمر كله، احنا كمان بنخطط ان احنا نعمل كتاب نشرح كل اعمالك اللي انت قمت بيها بالاضافة الى مبلغ كبير جدا هنقدمه لك. لسه برضو عايز ترفض، وهو بيقول لها انه مش بيهمه المال ولا بيبحث عن الشهرة. وفي الوقت ده بيكون الرجل الصحفي النحل عمال يجري وراه ومبهدله تقريص، وبيقول لها الحقيني ساعديني، وهي لما بتشوفه بيقرب منها فبتقوله بعد عني وبتجري. والاثنين كانوا حيقعوا من مكان مرتفع جدا وبيفضلوا متعلقين وبيفضلوا يستنجدوا بيهم، وبتيجي سندبيلا عشان تنقذهم وبتطلب من إليك ان يساعدها عشان تقدر تشدهم لفوق. الصحفي وهو متشعلق كده بيقوله انت مش عارف دي مين اللي هتقع؟ دي بنت الراجل الكبير شيرر. وإليك بيقوله انه عارفها كويس جدا، دي اللي انا ساعدتها عشان تكون في المكان اللي هي فيه صحفية في المجلة دلوقتي، وبيقول لها انه بيكرهها زي ما بيكره كل النساء اللي بيهتموا بجمالهم بس. ولما ساندي طلبت منه انه ينقذها قال لها يعني ايه اللي هيحصل لها؟ شوية كسر بسيط وخلاص. وكيتي بتقوله طلعني وانا اقنع بابا اني مشغلك في الصحيفة اللندنية الجديدة، وبيقول لها خلاص انا اتعلمت ومن هنا ورايح انا هشتغل لنفسي وبس، والخبر ده انا اللي هروح وانشره بنفسي. وبيسيبهم وبيمشي، وبتبقى سندبيلي ماسكة جامد جدا، لكن في الاخر بتقع كيتي هي والصحفي. وإليك بيسيبهم وبيروح يرجع للعالم فابل، وكمان بياخد له صور وهو مش واخد باله، وبيروح يكمل كلامه معاه وبيكمل تسجيل. وسانجي وريكي بيكونوا مراقبين إليك في الوقت ده، لكن العالم بيسأله سؤال عن عدد الفراشات اللي شافهم، ولما جاوبه قال له 200 فراشة تقريبا، قال له قول لي انت يا إليك بتشتغل ايه بالظبط. وهنا بنعرف ان العالم كشفه وعرف انه كان بيخدعه وقال له اعترف، وإليك بيعترف له ان مراسل صحفي. والعالم بيقول له انك محتال، لكن إليك قال له ان انا فهمت من كل زمايلي ان مفيش حد عرف ياخد لك صورة من 20 سنة، وانا خدت لك صور كتير وكمان سجلت لك. وسابه ومشي. العالم كان في ذهول وكان متغاظ منه جدا. ساندي كانت سامعة كل ده، ولما إليك مشى بتروح تتكلم مع العالم وبتعرفه على نفسها، وبتقوله ان هي صحفية، لكنه بيقول لها انه مش بيحب الصحفيين، لكن بتقوله ان مش كل الصحافة زي بعضها، وبيقول لها انه لو بقى مشهور حياته الهادية هتتلخبط، ده غير الناس المستغلة اللي هتكون في حياته بسبب المال، لكن بتقوله انهم ناس قليلة جدا، لكن بيقول لها ان انت لسه صغيرة ومش عارفة حاجة. ليكي بيقوله انك شكلك بتكره البشر، ورد عليه بانه فعلا بيكره كل انواع البشر، لكن ليكي بيقوله انك ما قابلتش ناس طيبين، لكن الناس الطيبين موجودين كتير. وبيقول له زي الجمعية الخيرية اللي ربيتني مثلا، والسيد رينوود اللي اخد ساندي بيل على نفقته الخاصة بعد موت باباها. وساندي بتكمل كلامه وبتقول ان جريدتهم مش بيشتغل فيها غير الناس الشرفاء، وانه لو ساعد الجريدة هيكون له اجر كبير عند ربنا، لكن بيسمع كلامهم وبيسيبهم وبيمشي. وهو لسه في اول الطريق طلع عليه اسراب من النحل اللي هجمت عليه، وطلع يجري منهم وبيقول لهم انقذوني، ونزل جوه حفرة استخبى فيها. وريكي راح قال يعني بيهش النحل، لكن بالعكس خلى النحل يقرص فيه هو كمان، وساندي بتجري عليه وهي
وهي بتقول ده كده انت بتثير غضب النحل اكتر، وبتسحب العالم من جوه الحفرة وبيحدفوا نفسهم في البحيرة، وبيطلعوا وهم بيضحكوا على اللي حصل، والعالم بيقول لهم ان النحل ده لو كان اتمكن منهم كان زمانهم في خبر كان. وريكي بيتريق وبيقول ان في ناس ما بتعرفش معلومات عن الحشرات، وسانجي بتقول له انك لو تحب تساعد الناس وتقول لهم المعلومات دي تبقى مشكور جدا، وبيمشوا من المكان. وهم ماشيين فجأة بتظهر مجموعة من الفراشات وهي بتعمل اشكال جميلة جدا، وبيكونوا منبهرين بشكلها الرائع. وبتفتكر إريك إنه حينبهر لما يشوف المنظر الجميل ده، ومارك اللي حيقدر يرسم صور جميلة للفراشات دي، وكمان حنفرح كل شعوب الأرض بالمنظر الجميل ده. وابتدى العالم يحكي لهم إنه هو صغير ما كانش بيحب أصحابه، وكان دايما بيبقى وحيد لأن كان بيحب الحشرات بس وبيستمتع بيهم. وقال لهم لكن دلوقتي اتغيرت بسببكم، وبقيت أحس إن أنا ممكن ابتدي احب الناس من تاني. وبيقول لهم انتم الاتنين خليكم فرشتين، وقال لهم يعني انتم الاتنين مرسلين صحف، وانكم في يوم من الايام هتبقوا فرشتين من اجمل فرشات في العالم. وبعدها ما لقوهوش جنبهم، وهم راجعين بالعربية للجريدة بتقول سندبيل الريكي ان السيد رنود هنقول له ايه واحنا ولا صورناه ولا حتى عملنا معاه حديث. وفي نفس اللحظة دي السيد رنود بيتصل بيها في العربية وبيقول لها حققت انتصار صحفي رائع، العالم فابل اتصل بيا ووعدني انه هيكتب مقال خاص وحيرسلهولي عشان ينشره في جريدتنا. العالم فابل من 20 سنة ما قدمش اي حديث لاي جريدة، ودي اول مرة هيعمل حديث خاص لجريدة رنود، وانا متأكد ان المقال ده هيكون حديث لكل الصحف. وبكده بتكون ساندي وريكي نجحوا في مهمتهم. ساندي بقت دلوقتي صحفية بحق وحقيقي، ورجعت تاني بسرعة للجريدة عشان تحتفل بالنجاح والانتصار ده. ساندي بيل وريكي وهما في طريقهم للمكتب، وكانوا في منتهى السعادة بعد ما حققوا نجاح مهم جدا في المهمة الصعبة بتاعتهم. وريكي بيقول لها ان كله هيستقبلهم استقبال بالتهاني. وبعدها وهم ماشيين كانت هتخبط في الشجرة بالعربية، وريكي بيقول لها مش تاخدي بالك يا ساندي بيل. وفي نفس الوقت ده بيتصل بيها رنود، والولد ريكي بيقول لها باين عليه عرف بالحادثه دي، وساندي بتقول له بلاش غلاسه يا ريكي. بعد كده ساندي بتروح عشان ترد على رنود، ولما بيسالها العربيه عامله معاها ايه بتقول له ان كل حاجه تمام، وريكي بيستغرب من كلامها. بعد كده رنود بيقول لها دوري على خبر وانت راجعه، لو لقيتي في طريقك موضوع اتكلمي عنه. والمكالمه بتفصل قبل ما ساندي تكون كملت معاه الكلام. بعد كده بترجع ساندي بيل بالعربيه عشان تدور على موضوع تكتب عنه، وقابل الست عجوزة وبتسألها عن أي خبر جديد، فبتدلها عن مخزن، وصاحبه بيقول لها عندي ليكي خبر جديد، البرطمان ده في حد جديد بيستخرج منه فلفل أخضر. وساندي بتستغرب من كلامه وبيمشوا بيروحوا يقعدوا على كافيتيريا، وريكي بيفضل يضحك، وساندي بتقوله أنت بتضحك على إيه؟ قال لها ده كان هيبقى خبر جامد جدا بتاع فلفل الأخضر ده. وساندي بتقوله وإيه المشكلة؟ كل الصحفيين بيقعوا أحيانا في غلط، لكن بيسمعهم واحد قاعد في الترابيزة اللي جنبهم، وبيجي لهم الراجل ده وبيقول لهم انه كان سمعهم وانه عرف انهم مراسلين صحفيين. وساندي بتقدم له نفسها وبيقول لها ان دي مفاجأة مهمة جدا، لانه كان فعلا محتاج الجريدة دي وكان عايز يسافر للندن. وساندي بتسأله كنت عايز ايه من الجريدة، وبيقول لها نروح الفندق ونتكلم هناك على راحتنا. بس ساندي في الاول بتستغرب جدا منه، وبيعرفها على نفسه وان هو اسمه هنري بيكر، صاحب فنادق كتير ومشهور جدا، وهنا عنده فنادق قريبة من المدينة دي مش بعيد عنها. فساندي بتوافق تروح معاه، وهم بيتكلموا بتظهر كيتي حوالين منهم في المكان، وساندي بتركب عربيتها وبتتصل برنود وبتقول له ان واضح ان في خبر مهم جدا، انها قابلت هنري بيكر صاحب فنادق كبيرة. وبيقول لها فعلا راجل مشهور جدا ومعروف انه صاحب فنادق كبيرة. وساندي بتقول له اتوقع ان المقال هيبقى كبير جدا، والمكالمة بتقطع كالعادة. ساندي بتمشي بالعربية ورا السيد بيكر، ولما شافتهم كيتي واللي معاها قال لها انها اكيد بتدور على خبر جديد، وكيتي بتقول له يلا عشان نعرف ايه هو الخبر ده. واول ما بيوصلوا قدام الفندق ساندي بتلاحظ الحراس اللي موجودين كتير، فسألت صاحب الفندق وقال لها انه في معرض للملابس
السيرفيس الغالية جدا موجود حاليا، وبيدخلوا الفندق وأول ما بيقفوا عند موظف الاستقبال ساندي لحظة إنه اتنكر ولبس نظارة شمس وعامل دقن وشنب، وبيقول لساندي اديه البطاقة الشخصية بتاعتك يا ساندي. وطبعا بتستغرب برضه وهو عامل في نفسه كده، وموظف الاستقبال لما قرأ البطاقة الشخصية بتاعتها بيقول إن هي مراسلة صحفية، والراجل ده قال له إنهم بيشتغلوا عندي. وساندي بتستغرب للمرة التانية وبيطلبوا غرفة يقعدوا فيها، وبتطلع ساندي بيل وبتدخل بعد شوية كيتي لموظف الاستقبال، وكل ده بيكون موجود في اللوبي إليك وبيبقى شايف كل ده لكنه لابس نظارة الشمس ومحدش واخد باله منه، لكن هو شايف كل حاجة، شايف ساندي من ساعة ما دخلت مع الراجل وشايف كيتي وهي داخلة الفندق، لكنه بيروح لها وبيقول لها إن أنت إيه حكايتك بالظبط اللي بيمشيكي ورا ساندي، وهي بتقول له مالكش دعوة وبتطلب الأوضة اللي جنب ساندي بالظبط. وساعتها بتطلع فعلا في الغرفة اللي جنب ساندي على طول، وبعدها بنشوف ساندي وهو أول ما بيطلع من الغرفة ساندي بتقول له أنت ليه قلت للموظف الاستقبال إن أنا بشتغل عندك، وريكي بيقول له أنت ليه أخفيت شخصيتك الحقيقية عن موظف الاستقبال، لكنه بيبرر لهم كل ده وبيقول لهم أنا عندي فنادق كتير ومش عايز الموظفين دول يعرفوني عشان بزور كل الفنادق بتاعتي عشان راقبهم واعرف مهتمين بالزباين ولا لا. وانه اكتشف ان الخدمة غير مرضية في الوقت ده بيكون كيتي والصحفي بيتصنطوا عليهم في الاوضة اللي جنبهم. بعد كده بيكمل كلامه مع ساندي وقال لها انه عايزها تكتب انه بيزور الفنادق بتاعته في السر، وان الموظفين مش هيعرفوا انه بيزور الفنادق دي امتى، وبكده هيفضلوا طول الوقت شغالين بجد. وبيقول لها ان انت تعرفي ان انا مشهور جدا ومع ذلك محدش يعرف مكان اقامتي، وبيسأل رأيها، وساندي بتكون لسه بتفكر وبيقول لها ان ده هيكون اول جورنال يكتب عن الخبر ده. وبعد كده بيتكلم كده بغرور بيقول لهم اسم صحيفتكم ايه، وساندي بتقول له صحيفة رينود، وبيقول لها ايوه ده هيكون خبر فريد جدا ان صحيفتكم هي اللي تكتب في الخبر ده، وريكي بيقول لها دي حاجة كويسة جدا وان احنا هنكون احنا السباقين. وكيتي بتكون بتتصنت عليها وبتقول لها ما تفرحيش كده، احنا اللي هنكون سابقين بالخبر ده ساندي وريكي. ومعاهم الشخص ده بيدخلوا من البوابة وبتقدم لهم الكرنيه بتاعها وبتقول لهم ان هي صحفية وعايزة تكتب على المعرض ده، وبرضو الراجل ده بيكون بتنكر ومحدش عارفه. وبيدخلوا المعرض وساندي بيعجبها جدا اللبس المعروض وهو غالي جدا. بعد كده السيد هنري بيكر بياخد جاكيت من ضمنهم وبيقول لها البسي الجاكيت ده شوفيه عليكي، وهي بتقول له ايه رأيك، وبيقول لها لايق عليكي جدا يا ميري، وساندي بتقول له نعم، وبيقول لها انه عنده بنت بنفس عمرها واسمها دايما بيردده، وبتقول له فهمت قصدك، واضح ان الجاكيت ده كان هيليق جدا على بنتك. وبيقول لساندي الجاكيت ده غالي جدا، وبيقول لها انه متأكد لو باباك يحب يشتري لك جاكيت زيه، لكنها بترد عليه وبتقول له ان بابايا لو كان على قيد الحياة كان قال لي الناس اللي بتتخلى عن ميولهم الشخصية ناس رائعة جدا. ومن هنا بيعرف ان ريكي وساندي اتربوا جوه ملجأ للأيتام، وبيقول في نفسه عشان السبب ده حبهم جدا. وبتقلع الجاكيت وبتقول له ان دي كانت فرصة حلوة جدا ان انا البس جاكيت زي ده، ويا بخت بنتك بيك ان عندها اب عطوف وحنين زيك كده. وهما واقفين بيتفاجئوا بكيتي والصحفي اللي معاها عمال يصور، وكيتي بتقول له ازيك يا سيد بيكر انا مراسلة من الصحيفة اللندنية، وبتقول له انها سمعتهم من الغرفة اللي جنبهم. وساندي بتقول لها ازاي تسمحي لنفسك تعملي كده، لكن كيتي مش بتسمع لساندي وبتكمل كلامها مع السيد بيكر، وبتقول له ان صحيفتهم كبيرة جدا مش زي صحيفة ساندي، صحيفتها اضعف الصحف، واوعى تعمل مقال صحفي معاهم، اعمل مقال معانا احنا. وساندي بتقول لها انت بنت لئيمة، وكانوا هيتخانقوا مع بعض، لكن السيد بيكر قال لهم كفاية كده انا مش عايز حد يحس بيا هنا، وبياخدهم في الاوضة بتاعته وبيقول لهم يلا صوروني، وبيشيل الدقن والنظارة، وكيتي بتقول للصحفي يلا صوروا، وبياخد له صور كتير جدا، وساندي كمان بتقول لريكي صوروا بسرعة. وبتجري كيتي على التليفون وبتتصل عشان تخلي الجريدة بتاعتها تتصل بيها، وساندي بتقول لها انت انسانة بايخة جدا، وبتجري على العربية بتاعتها وبتتصل برينود وبتحكي له كل اللي حصل ده، وبيقول لها ان ده خبر جميل جدا، لكن ساندي بتقول له انها خايفة لتسبقها كيتي، لكن رينود قال لها مش مشكلة اكتبي مقال احسن بكتير من اللي هتكتبه كيتي. ساندي وريكي وهم راجعين من العربية للفندق بيقابلوا السيد بيكر وهو معاه شنطتين، وبيوقفوه وشكله بيبقى مرتبك، وبيسألوه رايح فين، وبيقول لهم ان عنده شغل مهم جدا كده هيروح ويرجع لهم تاني، وبيقول لهم اطلعوا الغرفة لحد ما ارجع. وساندي بتنادي عليه تاني عشان تسلم عليه،
وريكي بيقول لها انه باين عليه انه مرتبك، وساندي بتطلع للغرفة، وكيتي بتسألهم السيد بيكر فين، قالوا لها انهم قابلوه وقال لهم انه عنده شغل وراجع تاني، وكيتي بتقول لساندي لا بس معلش المرة دي انتي مش هتفوزي عليا، الخبر ده انا اللي هنشره قبلكم بكتير. بعد كده وهي بتتكلم بيرن جرس التليفون، ولما رد كيتي الناشر بيخاف يكلمها وبيقول لها انه عايز سكيبان، ولما رد عليه سكيبان قال له يا مجنون انت يا غبي مش عايز تتعلم ابدا طول عمرك، وسكيبان بيقول له في ايه اللي حصل، قال له انت بتعمل ايه انت وكيتي هنا، هنري بيكر حاليا في نيويورك، ولما بيقفل بيقول لكيتي ان صاحبنا ده مزور، فقالت له انت بتهزر اكيد، وبيسالها سكيبان هو الراجل ده راح فين، وساندي وريكي بيفضلوا يضحكوا، وقالت له مشوا، قال لها هرب، قالت له اكيد هيرجع دلوقتي، وشويه بيجي واحد من الفندق بيحاسب ساندي على الجاكيت، قال لها ان الرئيس بتاعك اخد الجاكيت وقال انك انت اللي هتحاسبي عليه، وساندي وريكي بيقعوا من كتر المفاجاه لانهم فعلا مش عارفين يعملوا ايه، وبيظهر بعد كده الراجل وهو في عربيته بيغني ومش في دماغه اي حاجه، وساندي بتتحبس في السجن هي وريكي، وساندي بتقول له احنا غلطانين عشان سمعنا كلام حد احنا ما نعرفوش، بعد كده بيجي حد من جوه الحبس اللي هم فيه وبيديهم اكل وبيقول لهم اللي جايب لكم الاكل ده شخص اسمه اليك، وبيتكلم مع المفتش وبيقول لهم ان انتم ما عملتوش حاجه وبراءه، وفي نفس الوقت ده المفتش حاصر الرجل من المزيف ده وبيقول له ان انا خارج النطاق ومش هتعرف تقبض عليا، وبيفتح العلبه اللي فيها الجاكيت وبيتكلم مع نفسه وبيقول يا ميري هيبقى شكلك جميل جدا في الجاكيت ده، بعد كده يجي له الارسال وهم بيقولوا ان الرجل ده اسمه جاك، وبقى متابع كل حاجه وصلوا لها بالجهاز الارسال اللي عنده، وهم بيقولوا ان ساندي بيل صعبان عليهم جدا لانها بتقول ان هي السبب في اللي حصل ده كله، وان الراجل اللي اسمه جاك ده قديم جدا في النصب وبيضحك على الصحفيين بنفس الطريقه دي، ولما بيعرف ان ساندي بيل محبوسه عندهم بيفتكر كلامها الجميل والطيب معاه، وبيسمع المفتش وهو بيقول ان ساندي عندها استعداد تضطر انها تدفع المبلغ ده، لكنه بيقول ليه ساندي تستحمل انها تدفع حق الجاكيت ده، وبيطلع فستان لبنته وبيقول لها انك هتبقي اجمل في الفستان ده احسن بكتير من الجاكيت، انت رائعه جدا يا ساندي، كسبتي يا ساندي، وبيرجع بعربيته تاني وبيروح يسلم نفسه للبوليس وهو بيبكي وبيعيط، وبيقول ان ساندي هي الوحيده اللي ما اشتبهتش فيه من كتر قلبها الطيب، وهي الوحيده اللي كلمته كلام جميل جدا، وساندي لما بتشوفه بتقول له سلمت نفسك ليه، وبيطلب منها انها تسامحه، وريكي لما شافه كان عايز يروح يضربه، لكن ساندي بتقول له بلاش تعمل كده، الراجل ده شجاع انه سلم نفسه لما حس بغلط، وبتساله ساندي بيلي ليه طلبت مني اخصص لك مكان في الصحيفه، وقال لها ان بنته ما تعرفش مكانه ولا تعرف كان عايش فين ولا تعرف ان كان عايش ولا ميت، ولما تشوف صورته في الصحيفه هتطمن عليه، وقالت له هوعدك ان انا اعمل لك كل اللي انت عايزه، ولما سالته انت بتحب بنتك وكان بيعيط جدا وقال لها ممكن تعملي لي خدمة، وافقت ساندي وطلب منها انها توصل الفستان لبنته ميري، رينوود في التليفون قال لها ان المقال بتاعك ده انا حرميه، بنت زي كده لما تقرأ الكلام اللي انت كتبتيه عن باباها قلبها هيوجعها، كل اللي انا عايزه منك دلوقتي حالا انك تروحي تسلمي لها الفستان، مقال ساندي ما شافش النور لكنها كانت مبسوطة جدا كأنها عملت اكبر سبق صحفي.